شاهد: ذوبان عدد كبير من السيارات في الكويت. درجة الحرارة في الكويت تجاوزت 70 درجة، ما أدى إلى ذوبان عدد كبير من السيارات وإشارات المرور بسبب ارتفاع غير مسبوق لدرجة الحرارة. نسأل اللطيف الخبير أن يلطف بنا. صباح الخير، اليوم 2/7/2021، الحين تقريبا الساعة 11. شوفوا درجة حرارة بالظل كم، وراح نشوفها بالشمس كم. هذا بالظل يا جماعة، بالظل تقريبا 54 يا جماعة، بالظل 54، بالظل 54 يوم الجمعة الساعة 11/7/2021. خروح بالشمس، نشوف بالشمس كم. يا جماعة شوفوا بالشمس كم، هذا بالشمس، الشمس. الانترنت يظهر ذوبان السيارات على الطرقات بسبب الحرارة العالية في الكويت، حيث قيل أنها تخطت 65 درجة مئوية في الكويت. هناك صفحة مثلا على الانترنت اسمها صفحة صوت توزر، يعني هي مدينة في تونس، تقول قرابة 60 درجة مئوية أدت إلى ذوبان السيارات، اللهم أجرنا من النار. هناك كذلك صورة أخرى تم تداولها بشكل واسع ورأيناها حتى في تقديم الفقرة، وهي لإشارات المرور وقد ذابت تماما، ولكن هذا كان في الكويت. هذا صحيح.